الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي فرق الائتمان والمخاطر والتمويل الإسلامي والرقمنة في البنك الزراعي المصري، والتي نجحت في زيادة رأس مال البنك خلال عام إلى نحو 54 مليار جنيه. في روح جديدة في البنك الزراعي المصري، تحسها أول ما تقرب من جناحه في معرض صحاري. فرق ائتمان ومخاطر ومرابحات إسلامية ودفع إلكتروني وتحول رقمي، وإصرار من الشباب في البنك على الوصول بخدماته لكل أصحاب المشروعات الزراعية وفي مختلف القطاعات الإنتاجية. تعالوا نقابل السيد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان في البنك الزراعي المصري، وهو كان بيشغل منصب رئيس قطاع المخاطر الائتمانية بالبنك الأهلي المصري. أنا عايز النهاردة أعرف إيه اللي يخلي البنك الزراعي المصري أحد أبرز البنوك اللي ممكن تنافس على تمويل المشروعات. البنك الزراعي كان محتاج حاجات كتيرة في الشغل. إحنا لما جينا وجدنا القماشة موجودة، أشخاص محترمين جدا وناس زي الفل زراعة زي ما بيقولوا، قلنا نعمل الشغل بتاعنا. فبدأنا إن إحنا نشتغل على المشروعات. إحنا كان قدامنا تحديات كتيرة جدا، عملنا حاجة جديدة إن إحنا إعادة هيكلة القروض القديمة. أنت تعرف سيادتك إن هي القروض إحنا لقيناها أسعار وصلت 22%، يعني حاجة صعبة جدا لما الفلاح يدفع 22% و20% و18%، فده شيء بيعمل له عبء ولدع غير عادي. أطلقنا مبادرة لإعادة هيكلة هذه القروض، اسمها إعادة هيكلة أسلوب السداد. عملنا ايه؟ قلنا يا جماعه اللي انت عايز يدفع نقدي يدفع 25% وسدلنا على 6 شهور بدون فايده. اللي عايز يدفع على 3 سنين هناخد منك 10.5% من 22%. اللي عايز يدفع على 5 سنين هناخد منك 11.5%. اللي عايز يدفع على 7 سنين هناخد منك 12.5% من كام؟ من 22.20%. عملنا أطلقنا مبادرة، مش مبادرة، هي مبادرة داخلية لحاجة اسمها إن نعمل تشالنج للناس، تحديات إن إحنا نعمل نمو في الزراعة. تمويل الزراعة نمو في إزاي؟ إحنا وجدنا إن إحنا الكل اللي عندنا هم 600,000 عميل. علاء بيه حط استراتيجية قال لك أنا عايز أوصل لواحد واتنين من عشرة مليون عميل في الزراعة، ضعف مجال الزراعة فقط لا غير. فإحنا عاملين التمويل، وكان مطلوب إيه خلال فترة قصيرة جدا. إحنا دخلنا البنك وكانت محفظة البنك 32 مليار ونازل نعمل استريتش فيها. إحنا الحمد لله دلوقتي وأنا بكلم سيادتك دلوقتي إحنا وصلنا 54 مليار. ده في أقل من سنة؟ في أقل من سنة. 32 مليار ل54؟ 54 مليار. ده يعني احنا غيرنا الصورة الذهنية. تحول كبير قوي حصل في مركز الزراعي. طبعا يا فندم، تحول كبير. احنا لقينا السلطات الائتمانية ما تسمحش بالانطلاق، فبدأنا ان احنا نشوف الناس دي ناس قماشة كويسة بس عايز اللي ياخد بيدها. احنا رصدنا ميزانية للتدريب والكريدت كورس 300 مليون في السنة. احنا عملنا حاجة جديدة في التمويل الزراعي، تمويل الثروة الحيوانية، تمويل الدجنة. ده جزء من المبادرات اللي اطلقها البنك. لا مش مبادرات يا فندم، جزء من آلية العمل. احنا لقينا مشكلة كبيرة جدا ان في كتيب بيملاه العميل 25 ورقة والموظف بيقعد يكتب 25 ورقة، ده شيء طبعا شيء مزعج. الكراسة الشهيرة بتاعت البنك الزراعي. الكراسة الشهيرة يا فندم. طب وصلنا لإيه النهاردة؟ وصلنا يا فندم ان احنا النهاردة عملنا مديول بالتعاون مع اي سكور. المديول دوت عبارة عن سيستم بيدخل يكتب اسم العميل اذا كان فرد، رقم البطاقة، بيظهر له اي سكور، بيظهر له الداتا كلها في البنك، اي سكور يقول له تقييمه جيد غير جيد، بيظهر ان هو حتى لو في بنوك تانية واخد من بنوك تانية، وبيملى الداتا بتاعته بيقول له انت عايز ايه؟ انا راجل انا عايز مثلا امول محصول طماطم، هل المحصول ده مدعم؟ المدعم اللي احنا بنديله ب5%. فاحنا بنروح جايين بيدخل على موازنة، احنا مغذيين جوه المديول ده الموازنة المحصولية، يروح طالع له بالظبط مديله الداتا هو فين، الحيازه الزراعيه بتاعته رقمها كام، النوع ده ايه، ويروح مديله الطايم بتاع السداد الموسم ويديله على قد الارض بتاعته، كتب الارض تطلع له يقول لك العميل يعني ده يعني ما عادش في كراسه، ما عادش في كراسه فندم، ما عادش في كراسه ولا في. طب لسه موجود فكره لو سمحت هات لنا ضامن موظف؟ لا يا فندم، احنا ضامن موظف دي احنا عايزين نغيرها خالص من الفكر بتاعنا. احنا بنطور في الفروع دلوقتي بنجري بسرعه غير عاديه، ورئيس مجلس الإدارة بتاعنا صراحة يقول لك امبارح مش بكرة، يا رئيس بكرة يقول لك امبارح،
احنا لفينا مصر كلها انتاز. يعني سيادتك انت مش متخيل العربيات عملت الافات الكلوات لف مصر كلها. قطاع الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري بيقوم بمجهود كبير لدعم ومساندة اصحاب الشركات وبافكار برا الصندوق للتمويل. تعالوا نقابل المحاسب طارق عبد الفتاح رئيس قطاع الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري. ليه الداعي ان احنا نعمل قطاع لهذه الشركات تحديدا الشركات الكبرى؟ البنك المركزي حط تعريف موحد للشركات وبدا بناء على حجم المبيعات او حجم الايرادات بتاع كل شركه بنصنفها. عندنا الشركات الصغيره اللي مبيعاتها بتبدا من 1,000,000 جنيه لغايه 50,000,000 جنيه، وفي الشركات المتوسطه من 50,000,000 جنيه لغايه 200,000,000 جنيه، فوق ال 200,000,000 جنيه بنقول عليها شركات كبرى. يمكن خلال السنه اللي فاتت حصل طفره كبيره جدا في الخدمات المصرفيه والتمويلات اللي احنا مقدمينها للقطاع الشركات الكبرى. احنا عندنا انشطه كتيره بنمولها. قد يكون الصوره الذهنيه القديمه ان البنك الزراعي مركز بس على تمويل الانشطه الزراعيه او الثروه الحيوانيه فقط. حقيقه الامر ان نشاط الزراعه في مصر هو نشاط متعدد الجوانب. عندنا أنشطة كتيرة تصنيعية، تصنيع زراعي مرتبطة بالنشاط الزراعي. التصنيع الزراعي هو بالنسبة لنا بنك أساسي، بنك بنمول أي حاجة بنمول، ولكن لينا اهتمام بالقطاع الزراعي. بالضبط. كل اللي بنعمله في التطوير في البنك الزراعي هدفه الأساسي إن احنا نخدم المربي والمزارع. نجحنا بفضل ربنا عز وجل في تمويلات كتيرة للشركات أو محاصيل زراعية أساسية بالنسبة لنا، حققت فائض وإنتاج يعني اكتفاء ذاتي وفائض كمان. عندنا الحمد لله السنة دي كان عندنا تجربة ناجحة جدا، أو بقالنا كذا سنة actually عندنا في البطاطس، تمويل البطاطس للتصدير والبطاطس للتصنيع المحلي. عندنا زراعة البنجر وعصب السكر اللي بيخش في التصنيع وعمل لنا وفر في العملة الصعبة بالنسبة للسكر. حاليا بنحاول نتعاون مع الشركات ان احنا نكبر حجم العمليات الانتاجية في مصر لفول الصويا عشان نعمل احلال ولو جزئي ونقلل الضغط على العملة الصعبة، بحيث ان احنا شركات مصانع الاسمدة تكرير الزيوت تشتغل معنا وبنوفر لها تمويلات. بخلاف ان احنا كبنك زراعي زي بقيه البنوك الاخرى بنوفر للعملاء بتوعنا الاستيراد سواء الخامات او الميكنه اللي هم بيستوردوها والالات والمعدات من الخارج. بنروح للشركات نقول لهم الخدمات اللي ممكن ياخدوها من خلال البنك الزراعي. ده حقيقي. زي كل البنوك المصريه وفي اللي تم تطويرها، القطاع البنك الزراعي برضو نفس خد نفس المنهج، نفس المنهجيه ان احنا اللي بنروح للعملاء نشوف احتياجاتهم. يمكن احنا عندنا تميز شويه، اولاد البنك الزراعي عندنا الاولاد اكفاء عندهم درايه بالتخصص الفني للشركات سواء الزراعيه او التصنيع الزراعي، وده بيدينا ميزه تنافسيه بتخلينا نقدر نخش في ديلز كتير قوي. عندنا معانا 54 مليار ما براحتنا حضرتك، ده خلال سنه، ده خلال سنه. واولاد سيادتك بمنتهى الامانه ان الرقم ده بالنسبه لنا مش رقم اللي احنا بنطمح له، احنا بنطمح باكتر من كده بكتير جدا. البنك حجمه كبير، احنا 1210 فرع، احنا منتشرين في انحاء جمهوريه مصر العربيه، عندنا قدره ان احنا نربط المزارع في اصغر قريه في مصر باكبر مصنع صناعات غذائيه، وبالتالي قدرتنا على الربط ومساعده الفلاح او المربي ان يوصل للاسواق، ودي كانت مشكله اساسيه احنا بنحاول نحلها له. مش بس تمويل، البنك الزراعي مش بيقدم تمويل، بيقدم خدمات مصرفيه بنحاول نوصل فيها لمفلحنا في اصغر قريه يبقى له حق كمواطن. ده من حقوق الانسان اللي الرئيس لسه كان بيتكلم فيها، ان احنا نقدم لهم خدمات مصرفيه. انا لو مواطن بسيط موجود او مزارع او مربي موجود في منشيه النصر في الدقهليه باخد نفس الخدمات المصرفيه للمواطن اللي زيي موجود في مدينه نصر. احنا بنستهدف الموضوع دوت في كل الخطوات التطويريه اللي بنعملها. البنك الزراعي المصري بيتوسع النهارده في التمويل الاسلامي، فروع متخصصه وتمويلات تجاوزت المليار جنيه. تعالوا نقابل هاني باسم رئيس قطاع التمويل الاسلامي في البنك الزراعي المصري. ايه مجالات التمويل الاسلامي اللي ممكن منحها للقطاع الزراعي وخصوصا صغار المزارعين؟ احنا عندنا منتجات، كافة المنتجات البنكية سواء كانت زراعية أو غير زراعية، بمعنى إن إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا ممكن النشاط الداجني، المزارع السمكية، الأسمدة، الأعلاف. وبالنسبة لحضرتك في الإنتاج الزراعي، في خلال فترة وجيزة جدا هنقره من هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك الزراعي المصري، بحيث إن القطاع الإسلامي يقدر يؤدي كافة خدمات الصيرفة الإسلامية للشريحة اللي موجودة عندنا من خلال أفراد أو شركات. عندنا كم فرع، وهل اتجهنا ليه لمجرد أن احنا نلبي حاجة المزارع اللي بيخاف من الكارت، اللي مش عايز ياخد كارت؟ احنا بدأنا في البنك الزراعي المصري من خلال أول ما اتنشأ القطاع الإسلامي من خلال فرعين اتنين، وصلنا النهاردة لـ20 فرع من أول يعني في أفراد. حاجة لهذه الفروع؟
طبعا يا فندم. 20 فرع. 20 فرع. مش بس كده، احنا بننتهج في الفتره القادمه لتلبيه احتياجات المواطن المصري الموجود والمزارعين المصريين بانشاء العديد من الفروع الاسلاميه. في خلال اقل من شهرين ان شاء الله هنفتتح فرع في واحد سيوه، ووفقا للتعاملات والصيرفه الاسلاميه. ايه الفرق ما بين التمويل الاسلامي والتمويل العادي؟ التمويل الاسلامي هو تمويل عباره عن تمويل حقيقي، ما بيديش كاش ان هاند للعميل، ما بيديش فلوس، ولكن بيبقى متاكد من الغرض المحدد للقرض، بيجيب السلعه والخدمات وبينشئها، فهو بيؤدي الى تنميه حقيقيه موجوده على الارض الواقع، سواء كانت من ناحيه البتلو، الثروه الحيوانيه، ادرار الالبان، مراكز الالبان، عمليه الزراعه وتسويق الحصلات الزراعيه. لو سالت حضرتك يا استاذ باسم، نسبة المحفظة بتاعت المرابحات الإسلامية في البنك الزراعي وصلت لكام النهاردة؟ وصلت النهاردة ل 2% من إجمالي المحفظة اللي موجودة فيها البنك الزراعي المصري، اللي هي تقدر بكام كده؟ 1.3 مليار جنيه. هل متوقع أنها تزيد الفترة اللي جاية؟ إحنا بنستهدف إن شاء الله في خلال انتهاء السنة المالية اللي موجودة عندنا إن إحنا نوصل ل 2 مليار جنيه. ومن خلال الاستراتيجية اللي تم وضعها في البنك الزراعي المصري بنستهدف ان احنا نضاعف تلك المحفظة بانشاء عدد من الفروع الجديدة لخدمة اهالينا اللي موجودين في ابل وبحر. اللي قدام حضراتكم دي اسمها شيرين كحلة، وهي مدير عام الدفع الالكتروني والتحول الرقمي في البنك الزراعي المصري، يعني المسؤول الاول عن تنفيذ خطة الشمول المالي اللي بتستهدفها الدولة. ركزوا معها. ايه الخدمات اللي بنقدمها للناس من خلال التحول الالكتروني والدفع الرقمي وتحقيق الشمول المالي؟ ده حلم دولة. في الحقيقة استراتيجية البنك الزراعي المصري بتنقسم لثلاث محاور رئيسية. أول محور رئيسي اللي هو موبايلك في إيدك، كاردك في جيبك، والفلاح يقدر إن هو يطلب الكارد بتاعه عن طريق الموبايل وهو قاعد في أبليكيشن مثلاً. أدخل أملى بياناتي وأخد أبليكيشن بطريقة سهلة جداً وفي وقت أسرع ممكن ياخد الكارد، ممكن يوصل لفترة لحظي، يعني ياخد الكارد لحظي في نفس اليوم، وبطريقة مؤمنة جداً وبطريقة سهلة قوي ومؤمنة بالنسبة للبنك بالنسبة للعميل نفسه. أستاذة شيرين، جهود الشمول المالي اللي بنبذلها هل أتت ثمارها؟ يعني عدد العملاء زاد في البنك الزراعي، الناس بدأت تدخل تحط أموالها وتعمل معاملات مصرفية؟ في الحتة التحول الرقمي احنا لسه في صدد ان احنا نطلق الخدمات الالكترونية، وده هيبقى قريب جدا ان شاء الله. البنك هيعلن على الخدمات الالكترونية اللي هتتعمل اللي هتنزل للعملاء، بس احنا بنبتدي من دلوقتي ان احنا نأهل العملاء، بنبتدي ننزل نشوف هل احنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه دوت هو الطريق السليم ولا لا، او بنلاقي الفيدباك بتاع العملاء والفلاحين البسطاء ده هم هم عايزين الكارد هيجي على التليفون. زائد كده احنا كمان في خدمات تانية بن شغالين عليها دلوقتي وان شاء الله هنطلقها قريب، وهي سلاسل القيمة. احنا عندنا مزارع وعندنا شركة وعندنا موردين وعندنا جمعيات، كل الاطراف دي موجودة، الكل طرف لوحده. احنا بنعمل منظومة الكترونية بتوحد كل الاطراف دي جوه المنظومة عشان نوصل لان احنا نعمل كنترول ونشوف الطلب بتاع العميل دوت واقف فين، وبنسهل على كل طرف ان هو ياخد الخدمة بتاعته باسهل طريقة ومؤمنة 100% بطريقة الكترونية بحتة، يعني ومؤمنة بالنسبة للبنك لان البنك دخل طرف فيها. احنا بنعمل كمان المحفظة الإلكترونية للعميل اللي هي العميل دوت هو عايز يقدم كارد بسيط 1000 2000 جنيه 500 جنيه، عايز يحول فلوس، اكيد ده عنده ابنه بيتعلم مثلا في القاهرة، فعايز يعمل الحاجات دي بطريقة لحظية، بطريقة من غير بقى ورق، من غير تعقيدات، برقم البطاقة بتاعته بس وخلاص، وده اللي بتحققه المحفظة الإلكترونية، وهو ده اللي هيحقق الشمول المالي في الآخر.